انا الوسيله المتبعي ومشاهدي جريده تعبير مباشره من الدار البيضاء، معنا زهيره في قصه جديده ومباشر جديد. صراحه السيده هذه مسكينه اللي كانت كاريه في واحد الدار وصيدتها وصلحتها وخسراتها رزقها، وفي الاخير شنو ولا خوي الدار ولا الاستغلال. زهيرة عاودي لينا اختي، بغينا نعرفوا كيفاش البداية من الأول. السلام عليكم، قناة عبير، تحياتي لخوتي المغاربة وخوتي المغاربة. اش وقع اختي؟ كيفاش صلحتي؟ أنا ساكنة في هاد الدار مدة 14 عام، وأنا ساكنة في هاد الدار، سكنت فيها 14 عام. مولاة الدار مرة كبيرة ما عندهاش الوليدات، كابرة شادة ولاد خوها، هما اللي مقرياهم وجالسين معاها. الدار سكنت فيها في السطح، بانية الدار في السطح، الدار كتقطر، الدار كلها كتقطر وداك الشيء، ودمدوزي الخيوط ديال الضو بالتليفون، بخيوط التليفون. ملي كتكون جالسه الضو كيتسح في الحيط، كيطرطق عليه الضو في الحيط، كلشي في فيديوهات عندي. هي اللي قلت لها الحاجه راه شنو؟ قالت لي بنيتي انا عندي كريدي وعندي هادي، صلحي من عندك. قالت لي ثاني فليسات ونعطيك بنيتي. وديك المراه عزيزه عليا، ديك المراه الله يرحمها، يعني كديرها بحال امي. قالت لي انا ما عندي ما بعيده عليا وداك الشيء، انا هي هذيك. بقيت كنصلح، كندير دارت ها مشهود كاين عند صباح مولاة الصالون خديجة، كندير دارت كنشد فيها مليون، كنمشي نحطها في الإصلاح بالشهود بالبناء بكل شيء اللي عندي، الوراق بالوثائق بكل شيء. المرأة قالت لي نجي من العمرة نعطيك فلوسك، نعطيك جوج المليون باش تحيد الكريدي ديال الراجل، يدير عملية القلب. المحكمة حكمت عليا خلاص يمشي للحبس، دار عملية القلب خصني نخلص. قلت لها الحاجة انا عندي مشكلة شنو؟ قالت لي نجيب بنيتي من العمرة شنو ونعطيك فلوسك، نعطيك جوج المليون تبقي تساليني. جات من العمرة جابوها في كروسة مريضة، دازت من راجل سيمانات تماتت. بقيت كنخلص الكرا لولد خوها، كنعطيه الكرا بالفيديوهات بكل شيء. صافي تفرقت الدار، جا الخبير قلبوا الدار، تقلبوا وحدة الدار، جات في واحد خوها، واحد خوها هو اللي جا في حقي في الدار ديالي. جا خوها جات عنده داري وعطاو جوج بيوت في الدار الأخرى. مني جاو داكشي ياخذ الكرا، جا السيد اللي ولد خوه قال لي يا اختي ها الكرا، دابا راه عمي اللي غيبقى ياخذ الكرا وهادي وهادي، وعطاني التواصل باش نعطوك فلوسك. عطاه التواصل، عطاه داكشي، قال لي صافي. مني مشى ولد خوه بنت خوه، دازت موراه سيمانه، جا عندي هو للدار قال لي شوف اختي انا دابا ما كاينش مشكل، غتقطعي عام ما تخلصيش. قال لي ومن بعد بقى يعطيني 14 وخذي انت 14000 ريال. خذي عام بعد خلصي المشاكل ديال راجلك و14 14 اعطيني انا 14 خذي انت 14. قلت لي صافي الله يسهل عليك. داز 3 شهور جاتني دعوه من المحكمه كذب عليا باش يخرجني. هو عجباتو الدار، هو الدار عجباتو. ما مني جات اصلحتها كامله، درت لها حتى الخشب ديال البارك، درت لها القبس، درت لها جا بحال هكا. راه القنوات اللي جاو سجلوا على المباشر للدار، جا عندي بحال هكا قال لي مني قال لي هكا جاتني الدعوه. انا ما عنديش ندير محاميه باش ما نكذبش، كوليدي انا خدامه في شركه، المدير اللي انا معاه عنده واحد المحاميه ديالو طوعات فابور، ديت لها الورق، ديت لها داك الشيء، هي اللي تكلفات. ما عمرني حضرت ولا مشيت، هي اللي كتمشي. مشات خلصت المحامي ديالو، عطات 3 شهور. ثاني دازت من وراها تلاقيتو في الزنقه، قالوا لي الناس سيري رغبيه. قلت له ديرها انت، ديت لي تصور راجلي دابا نوريك الوثائق، ديت لي تصور راجلي وداك الشيء. قال لي هذاك الراجل خاصو يموت تنتيه، قال لي تنتيه، قال لي باقا شي مره كدافع على راجلها هكا. قلت لي لا انا راه بغيت نخلص الراجل راه غيمشي وهادي، بديت كنضرب معاه. بقيت كنبكي انايا وانا حاضر سيري كملي. جا بحال هكا قال لي شوفي عرفتي اش غديري، هذاك المحامي راه غاتمزرق، راه ما خصوش يدير هكا. انا ما قلت ليه والو، انا دايرو قلت شحال هادي دابا هو دار هادشي ما خصوش يديرو. قال لي شوفي انا غنقول لك من الاخر، بغيتي الدار غنعطيك الدار تسكني فيها، تجمعي فلوس الساروت لفلوس الراينه، حتى الرباط حنا الملك غالي حتى الساروت غالي. قلت له الله يسهل عليك يوقف معاك. قلت لي شنو دابا؟ قال لي انا سكني في ديك الدار، المراه عندي راه مريضه علي، عندي المراه ما كتعرف، هما صحراوه، المراه ما كتعرف حتى حاجه، ما عارفه لا دار لا كرا شحال لا والو. غتسكني مره مره غنقز عندك من السطح، راجلك ما كيكونش، ولدك ما انتي وبنتك. قال لي غنقز، راه الناس اللي جاو عندي صوروا كل شيء. قال لي نقز عندك من السطح، ومريضنا ما عنده باس، انت راه كيساكنه ما كاينش اللي يهزك من ديك الدار. وباقا تشوف ديما ديال الراجل. انا مع راجل، راجلي معايا مسكين، راه راجلي معايا. انا كنت غندعي ما خلانيش راجلي، قال لي الا دعيتي غيمشي يخوينا الدار. حنا انا زراوش ما عندناش باش نطلعوا نهبطوا وليدي، فهمتيني؟ مني جا بحال هكا ويقول لي، مني قال لي داك الشيء حتى السطح راه صوروه الصحافه الاخرين ديال راه ملاصقين، يعني كيدير رجلو كينقز عندي. قلت لي راه شوف راه ديك حتى شكيت لي من ولد جوج مرات نقز عندي، ولد جوج مرات لا ولدو نقز علينا من السطح مع الصباح بكري. انا حتى عندي الكلب كيبدا تسمع، كنسمع الكلب كنعرف شي حد كاين، حتى انا ساكنه في الملاح ديال الرباط راك عارف بلا ما نبقى نهضر بزاف.
جا بحال هكا ويقول لي شنو قلتي؟ انا بديت كنعاير صراحه، تعاير ثانويه، تشديت ثانويه ما سكتش انا باش بقيت كنتعاير معاه. جا واحد الكارديان قال لي مع الصباح، حيت راه من الجامع انا خارجه للخدمه. جا داك الكارديان قال لي الله ياخذ فيه، بقيت كنكاع الكارديان قال لي الله ياخذ فيه الحق، بقى كيسب داك الكارديان. جيت ثاني عاوتاني تعرضت ليه، الناس قالوا لي تعرضت ليه، قلت لي راه ما عنديش فين نمشي انا، راه ما عندي التذكره ما بقاش. هو يقول لي شوفي انا الهضره اللي قلت لك هي هذه، قال لي بغيتي ما بغيتيش غتخرجي بز منك، قال لي ولا ولدي غيتقبلك بنتك. يا تبزدي معايا يا غتخرجي. اه قال لي دابا انت كون كانت شي وحده فاسده وفلتات معاك غتلقى بلا ما نهضر ما نخرجش، وبلا ما نهضر راه لا تحيد لموليش حوايج وتداري بيعها. باغي بحال هذاك اللي وانا راجلي عندي راجلي عزيز وراجلي درويش وراجلي ود الناس راجلي اصل ومال شي راجلي فقير وخيمره راجلي راه درويش راه شوف ما عنده صحه كنموت على الطرف ديالو حتى درويش ما عنده لا مول با الحمد لله. وانا راجلي هذا اللي هز راجلي دموعك غاليه راجلي انا اللي هز ما كاينش شي مره اللي دير مع راجل اللي دير انا اللي كنكسر راجلي وانا اللي كندير كل راجلي درويش راجلي ماشي شي واحد ديالك قوت لي درويش راه فيه هربان مسكين محشمان قال لي شوفي زايره الا دعيتيه غيخرجنا جاتني الدعوه الحكم مشيت عند محاميه قالت لي مسكينه رغبه الا بغى ما ينفذش عليك ها هي جاتني الورقه عاود تعرضت لي قلت انا مزوقه فيك ما عنديش فين ندي ولادي عطاني رزقي مشرهن ولا قال لي شوفي اقسم بالله ما يقصك حد وما يعرف شي واحد شنو بيني وبينك استحرم الله يامنك قال لي انا ما غنفذش الحكم الا بغيتي النهار الاول نجي عندك وديك الساعه نعافك على كلمه نجي عندك ورغد ليه قال لي غنعيط للمحامي من الدار عندك وغتسمعي كل شيء وما غنفذش عليك الحكم وما غتخرجيش وغتسكني فابور تجمعي فلوسك دابا انا كنا شاد سيدنا انا بنتك انا بنتك سيدنا وانت كتهضر على المراه المغربيه وخدامه في الشركه وما عنديش ما عندي لا حلي لا كريم لا حنفي ودير انا محامي دابا ما عنديش المدير ديالي كندير واحد المحاميه كنا شد محامين ولا الجمعيات اللي كاينين هنا في الصفاقه صغيره قولي لي برشك على الله وعسى شي محامي يبغي يدير معاك مزيان 06 زيدي 76 72 92 24 عاودي قولي 06 76 72 06 76 92 06 76 72 92 24 الله يدير لك شي شاويل وعندي قناتي عندي قناتي عندي قناه العبديه الحره وكنخدم مع قنوات كبار مع الزروالي مع حميد ملقص حجه عندي مسكين مع قنوات كبار امين امين دخلوا عندها تعاونوا معاها شي محامي يدخل يساعدها وشو دابا هاد السيدة هذا بغى يخرجها من الدار قال لها فسدي معايا وتبقاي في الدار انا كنبغي نشكر هاد السيدة هذا غير طوع جا عندي مسابين لا كاع الناس جا عندي هذا السي عبد الرحمن مرزوق مواطن مغربي جا عندي مسكين من كازا خلى خدمته وجا عندي ذاك الراجل الله يسهل عليه امين شكرا شكرا شكرا